في المرمى مساء جديد، طابت أوقاتكم. وعد في أول الموسم وأوفى رزفان الذهبي ضيف في المرمى. وبعد اللقب الهلال يسعى لتجريد النصر رقمين قياسيين، فردي ثالث أيضا. الباطن رسميا إلى الممتاز والعين والقادسية، انتظار. وحول العالم كيف احتفلوا بحسم بطولات الدوري في كل مكان. السلام عليكم. الروماني رزفان لوشيسكو مدرب الهلال لم يعد بعد هذا العام مدربا عاديا في تاريخ أزرق العاصمة، لأنه أول من جمع الثنائية الدوري وآسيا، لذلك سيظل راسخا في الأذهان ما شاء الله. بعد عام ونصف على احتفاله بقدوم مولوده البكر، كان ميرتشا لوشيسكو يقود منتخب بلاده رومانيا في كأس العالم 1970. ابنه البكر الذي بدأ يخطو أولى خطواته شاهد والده من بين الجموع وهم يتغلبون على الجارة تشيكوسلوفاكيا بعد الخسارة من إنجلترا وقبل الهزيمة أمام البرازيل 3-2. وكما يقال، فابن البط أحب العون. لعب الابن رزفان كرة القدم كحارس مرمى، لكن على خلاف والده الذي اشتهر كلاعب وسط مهاجم. شهرة الابن لم توازي شهرة الأب حين كان لاعبا، وبعد مسيرة استمرت 16 سنة خلع رزفان قفازيه وارتدى بزة المدرب، وذلك على خطى والده أيضا، والذي كان حينها يتولى تدريب غلطة سراي التركي. قبل 30 عاما ارتبط رزفان بأن ماريا أنجب ابنا وابنه. الابن ماتي ذو الأعوام 26 يبرز كرجل أعمال لم يمارس كرة القدم الاحترافية، فضل المجال الذي تشتغل فيه والدته على مهنة العائلة. ماتي متزوج، وكذلك الحال بالنسبة لشقيقته، أهديا والديهما 3 أحفاد. الابن ماتي واصل نجاحات العائلة المالية. في الصيف الماضي افتتح ماركة كحوليات العائلة أسماها جرافيتي. الأب والجد استثمرا فيها، كما استثمرا في عدد من المجالات كالسياحة والعقارات والتأمين من قبل. إلا وإن كانا نجحا كمستثمرين، فإن نجاحهما كمدربين لا يزال أكبر. بعد القدوم إلى الهلال وعد رزفان عشاق الفريق أن يقاتل لأجل اللقب الآسيوي حين التقت العربية في معسكر النمسا التحضيري. In the hotel or at the games or at the trainings, fans of Al Hilal were coming to have pictures, to have fun with us, and everybody, coach please Asia, coach please Asia, coach please Asia. They say yes, I know. محمد القناص، العربية. وخطأ وكرة من روح الله الله لباه يا شلوب لباه يا الصدارة. مبروك يا كبير آسيا، النقطة رقم كم؟ يا هلالي
ونتحول إلى العاصمة الرياض. عرينو الزعيم، ومن هناك التحق بنا البطل رزفان لوشيسكو مدرب الهلال صاحب الثنائية آسيا والدوري، الرقم الذي لم يحققه قبله أي مدرب لأي نادي سعودي. كابتن رزفان مساء الخير، وبارك لك بطولة الدوري من قبل بطولة آسيا. سعيد باستضافة شخصية واسم رياضي كبير مثلك، أهلا وسهلا. Thank you very much for your invitation. شكرا جزيلا على استضافتي، وشكرا على هذه المقدمة الرائعة، وعلى خلفية تلك الليلة الرائعة. أعتقد أن الناس تستحق مثل هذه المقابلة. بالتأكيد، ومع شخصية مثلك ورقم قياسي تحققه وما زلت تحقق، وربما هو أيضا الثلاثية، ربما تتحول الثنائية إلى ثلاثية ورباعية، لديك الكثير من الفرص كذلك. هذا هو هدفنا، وتلك هي الطريقة التي نفكر بها من أجل أن نحارب ولننتصر في الآخر. ولهذا سبب نتوجه إلى معسكرات التدريب ونستعد هناك، وحتى داخل أروقة معسكرات التدريب نتحدث. إننا سعداء بما أحرزناه حتى اللحظة، وكل ما حدث في هذا الموسم، لكن بكل تأكيد إن الأفكار لدى الجميع هي سوف تكون منصبة على المنافسة القادمة بعد بطولة الدوري، والتي سوف تكون هدفا هاما. نعم، البطولة الآسيوية. كابتن رزفان، كنا قد التقينا بك في المعسكر في أول مقابلة لك كانت قصيرة مع قناة العربية. قلت لنا سأحقق كأس آسيا وسأحقق الدوري قبل بداية الموسم، قبل بداية كل شيء. لماذا كنت واثقا إلى هذه الدرجة وحدث ذلك؟ لأكون صريحا معكم، لا أتذكر تلك اللحظات على وجه التحديد وما أخبرتك فيه آنذاك، لكن بكل تأكيد أتذكر بأنني أتيت إلى هنا وأحمل بجعبتي ثقة كبيرة، متأكدا من مجموعة اللاعبين، ومتأكد من الأسلوب الذي يحبون أن يلعبوا به، وهذا هو أسلوب الفريق الرابح. كذلك أيضا أقرنت ذلك مع فلسفتي بطريقة اللعب. نعم، هل كنت تشعر بأنه يعني اللقب قريب من الهلال طوال الموسم، أم جاءتك مرات بعض الشكوك مع تقدم المنافس النصر عليكم أحيانا؟ هل ساورك الشك؟ In football could happen everything. في كرة القدم كل شيء وارد، وعليك أن تحترم خصومك، لكن بنفس الوقت من الضرورة أن تثق بعملك وأن تكون قويا بصورة قوية بما تقوم به وبفريقك. ولهذا السبب أستطيع أن أخبركم بأنه لم يكن لدي أي شك بما كنا نفعله، وكنت أدرك مدى الصعوبات التي تنتظرنا، وأننا سوف نمر في مصاعب كثيرة، وكنت أدرك مدى صعوبة الانتظار لإنهاء بطولة الدوري، لكن أخيرا كنت متأكدا بأن هذا الفريق لا بد له أن ينال اللقب في بطولة الدوري. كان مهما لنا الأمر هذا، كان مهما لنا، ولا سيما أنه على خلفية المكاسب كان هناك ضغوط علينا، ليس فقط لنيل ألقاب كبيرة، ولا سيما بأن لم نكن نرغب بأن نتسبب بأي حالة من خيبة الأمل لدى المشجعين بين صفوف الهلال على خلفية كل الموسم. خلينا أو دعنا نتكلم كابتن رزفان عن فنيا، على الجانب الفني كابتن، فنيا لماذا فاز الهلال باللقب؟ خلينا نتحدث فنيا الآن. Well,
أولا وقبل كل شيء، الهلال يمتلك مجموعة من اللاعبين الرائعين. أما الجانب الثاني فهو الجميع يتفهم مدى أهمية العمل بروح الفريق الجماعي والتضحية عن بعض الأنانية من أجل المصلحة الكبرى للفريق. ثالثا أيضا كانت تقف خلفنا إدارة قوية من حيث الفريق الفني والفريق الطبي وطريقة إدارة الفريق، فنحن مجموعة قوية للغاية، كنا نعمل كلنا باتجاه واحد ألا وهو تحقيق الفوز. جميل. كان هناك صعود أو حمل كبير على الفريق في دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي عندما حققتم البطولة وكنتم في معترك الدوري ما تزالون، يعني ألم تخشى على الفريق بعد تحقيق آسيا أن يكون هناك هبوط فني كبير بسبب الجهد الذهني البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في دوري الأبطال؟ عندما تبدأ الموسم عليك أن تتفهم بصورة واضحة كيفية إعداد الاستراتيجية المناسبة لكسب الهدف وبلوغه. لذا في الجزء الأول من الموسم وعندما بدأنا بلعب بطولة موسم الأبطال كنا نركز على هذه البطولة على وجه التحديد، وكان لزاما علينا أن نكون في وضع جيد أيضا في تلك المنافسة مع تقديم بعض المخاطر، وهذا ما فعلناه من خلال بعض بالتعاون والتشاور مع الفريق الفني، وكنا قد مررنا رسالة واضحة إلى اللاعبين. ولهذا السبب فكان الجميع مستعدا لبطولة أبطال الدوري، وبعد ذلك حققنا هذا الكأس. إن تحقيق هذا الكأس هذا يأخذنا إلى الواقع مجددا للحديث والمناقشة فيما بيننا عن إمكانية صنع التاريخ مجددا للهلال. لكن هناك من يرى بأننا لو لم نكسب بطولة الدوري لتسببنا بخيبة أمل، حتى رغم النجاحات التي حققناها في العام الماضي أو في هذه السنة، وهذا لن يعزز من الحوافز. الحوافز الآن ترتكز على الكأس القادم. جميل. كابتن، يعني هل ساعدتكم فترة التوقف في كورونا في التقاط الأنفاس؟ يعني بعض المتابعين يقول أن الهلال كان أكثر فريق استفاد من هذه الفترة، لأنه فريق فعلا كان مجهد، لديه لاعبين دوليين كثر أيضا كانوا يستدعون للمنتخب الوطني بالإضافة إلى دوري الأبطال، فهذه الفترة كان أكثر الفرق التي استفادت من التوقف. تعليقك. I don't know what to say. لا أعلم ما الذي يمكن أن أقوله. نستطيع أن نتحدث الآن عن فترة جيدة كانت لنا للاستراحة، لكن دعني أذكرك بأنه بعد أن عدنا من بطولة كأس العالم من قطر في نهاية شهر ديسمبر بدأنا باللعب لمدة 3 أيام، ولكن وتم تأخير البطولات بعد أن عدنا من البطولة آنذاك. لذا كان لدينا جدولا حافلا بالمواعيد، وكنا نحضر رغم كل ذلك، واستطعنا أن نجتاز بداية شهر فبراير أو نهاية يناير حتى فبراير حتى مطلع فبراير، إلى حين أن تم التوقف في بطولة دوري بسبب فيروس الكورونا، وقمنا بعد ذلك بزيادة الفارق بـ6 نقاط.
وارتفع بعدها هذا الفارق إلى 8 نقاط. أعتقد أنه في تلك اللحظة حتى لو كنا تحت ضغوط كبيرة بسبب المباريات التي لعبناها كنا في حالة نفسية ومزاج نفسي جيدين، وقمنا بمواجهة النصر الذي كان قد لعب مباريات كثيرة. ولا أعتقد أن هذه الاستراحة قد ساعدتنا إلى درجة كبيرة، أو ولو كنا قد استمرينا في جدول أعمالنا في مارس أبريل كما كان هو مخطط له لما كنا قد نحقق الربح. هذا غير صحيح. أعتقد أنه في ظل الظروف كلها كان بمقدورنا أن نفوز بهذا اللقب، لأن هذا الانتصار كان بسبب العزيمة التي لمسناها من كافة اللاعبين، وقد عملنا طويلا وتعبنا طويلا. جميل كابتن. أيضا كان لديك أو المتابعين أيضا قرأوا أنك تعتمد على استراتيجية تدوير اللاعبين حتى لا تتسبب في الإرهاق. تعرضت هذه الاستراتيجية للانتقاد بكثرة في الجانب الهلالي ثم تخليت عنها. هل فعلا كانت هذه إحدى استراتيجياتك وتخليت عنها، تدوير اللاعبين، أم أنها لم تكن أصلا وهذه الانتقادات في غير محلها؟ No, I don't have any problem. People can... لا توجد لدي أي مشكلة، وما للناس أن يقولوا ما يحلو لهم، فأنا شخص أتخذ القرارات هنا وأتفهم الوضع بصورة كاملة. فالناس قد يفكرون بما يحدث اليوم لكن بالنسبة لنا كمدربين علينا أن ننظر إلى الموسم برمته وأن ننظر إلى الوضع بعد 3 أسابيع. أولا لابد لنا من الحديث عن فلسفة هذا الفريق. نعلم أنه بغية تحقيق المزيد من الأهداف، فلا بد لنا من وجود طاقم كامل، ونتحدث عن 22 لاعبا هنا. لذا أنه من الضرورة أن نظهر الاحترام لكافة اللاعبين وأن نشعرهم بمدى أهميتهم في المجموعة، بصرف النظر عن إذا ما كان أحدهم قد لعب مباراة أكثر من زملائه الآخرين. لكن لابد حتى للاعبين الذين لم يشاركوا بمباريات كثيرة أن يشاركوا وأن يكون لديهم لحظات لمؤازرة الفريق. هذا هو الجانب الأول. أما الجانب الثاني فهو إذا ما كنت ترغب بالحصول على فريق جيد فلا بد لك أن تدربه بصورة حسنة، وهذا التدريب يجب أن يطال اللاعبين 22. لا يمكنك أن تركز فقط على 6 أو 7 لاعبين، فهذا قد يجعل البعض الآخر بأنهم لا يحظون بالرعاية والاهتمام المطلوبين وسوف يفقدون الدوافع ويتخلفون عن بعض التمرين، وهذا سوف يدفع إلى حالة من المعاناة بين صفوف اللاعبين ولا سيما في التدريب على أعلى المستويات. لذا فإن التدريب الكامل للفريق هذا مهم. الجانب الثالث وكما أسلفت في حديثي أنه قد بدأنا في لحظة من اللحظات في فريق واحد وبعدها تلعب بصورة جيدة، وقد يكون هناك لاعب أو لاعبين يتعرضون إلى أي إصابة في المباراة، وفي تلك اللحظة لابد لي أن أستبدله، ويتوقع الناس أن البديل سوف يؤدي بأعلى المستويات. لكنه إن لم يشعر هذا اللاعب بالأهمية ولم يكن متدربا 100%، فإن الفريق سوف يعاني. ولهذا السبب كان لابد لنا أن نتفهم هذه اللحظات وأن نعطي الفرص لكافة اللاعبين أولا ليستمتعوا والمشاركة والشعور بأهميتهم ضمن هذا الفريق. أما الجانب الرابع فهو أن استراتيجيتنا ترتكز على الضخ في أفضل اللاعبين وهم في أفضل أحوالهم البدنية، لأنه إذا ما استخدمت مجموعة من اللاعبين لمدة 6 أو 7 مباريات أو 9 مباريات فقد يفقد الكثير من مهاراته وقدراته.
صحيح، لأن العقل حتى في تلك اللحظات قد يكون مجهدا، لذا لابد من اللاعب أن يكون مستعدا ومهيئا في مباراة أو اثنتين، نعم، وليكون مستعدا للمباريات بقدر الإمكان وبأفضل أحواله. جميل. ولهذا السبب كان لابد لنا أن نستفيد من كافة اللاعبين، وعليه قمنا باستخدام هذه الاستراتيجية تدوير اللاعبين، لأننا نشرك كافة اللاعبين، وبهذه الطريقة يمكنهم أن يحققوا الكثير من الإنجازات في الكثير من البطولات، وإلا بأنك سوف تفقد عنصرا من العناصر في مكان ما. وهؤلاء الذين لا هناك من لا يخبرك عن طبيعة الأجواء داخل هذا الفريق وداخل تلك المجموعة، فكل اللاعبون يدركون مدى الأهمية التي والرابط التي تجمعهم فيما بينهم. جميل كابتن، جميل. يعني إجابة بمثابة محاضرة لمن ينتقدون تدوير اللاعبين بالذات في الفرق التي تبحث عن بطولات، أرجو أن يستفيدون منها هؤلاء المنتقدين. كابتن، بعد كورونا عدت بالفريق وضربت المنافس النصر برباعية تاريخية لن تنسى. قبل الرباعية قلت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أعرف كيف يلعب النصر وأعرف كيف أهزمه، ماذا كنت تقصد؟ لا أتذكر تماما ما الذي صرحت به آنذاك، لكن لعلي قد أظهرت درجة كبيرة من الثقة، وكنت أفكر وأعلم قبل كل شيء من خلال الفترة التي كانت مخصصة للتحضيرات، فكنا جميعنا نركز على تلك المباراة ولدينا دوافع كبيرة فيها. ليس من السهولة بمكان أن أشرح للناس لماذا كنت واثقا، لأنه فأنا كنت أعيش مع هذه المجموعة كل يوم، وكان لابد لي أن أشعر بمشاعرهم وأرى طريقة تدريبهم وأرى كيف يعمل أي لاعب في بذل جهود إضافية في ذلك التدريب. وبفضل تلك التدريبات كنت واثقا من النتيجة، وكنت على ثقة بأننا سوف نكسب، وهذا ما فعلناه. كذلك كنت واثقا بأنني في نهاية الأمر سوف ننال اللقب بعد تلك المباريات الثمان أو قبل ذلك، لكنني كنت أدرك بأن المهمة ليست سهلة. جميل كابتن، أيضا خلينا أقول لك، بعض المتابعين وأنا واحد منهم فهمت من تصريحك بأنك تقول أعرف كيف يلعب النصر بأن النصر أصبح كتاب مفتوح للفرق بطريقته المحفوظة وأنه يلعب بنفس الطريقة في كل مكان. هل هذا صحيح؟ هل هذا ما كنت تقصد؟ كلا. في تلك اللحظات قلت هذه الأمور على وجه سرعة. بالنسبة للمدربين من الهلال أو النصر كلهما كل منهما كان يتحدث على عجالة، وقلت أنني أتذكر بأنه لدينا فريقين مختلفين، فريق يهيمن بتنظيم وقدرة سيطرة على الكرة ويستطيع أن يحقق توازن في الحركة، أما الفريق الآخر فهو يتمتع بلياقات كبرى لكنه يعاني من حالة الفردية لدى اللاعبين. وفي نفس الوقت كنت قد شرحت أن الفريق كان قد نال بطولات في الدوري في أكثر من مناسبة، ولابد له أن يتمتع بقدرة مواجهة النصر.
وكنت أتحدث عن الحالة الجديدة التي تعيشها كرة القدم وهي تخص كل فريق قوي ولا بد له أن يستغلها. ونحن كانت لدينا هذه الاستراتيجية من للضغط على خصومنا من أجل استعادة الكرة بأسرع ما يمكن. لذا كان الأمر أشبه بتحليل تكتيك حول ما قد يجري بين الفريقين، لكن في جميع لكن في أي من الأحوال كانت هي علامة من الثقة الزائدة. جميل كابتن رزفان، يعني في لحظات الانكسار معروف أنك من عائلة رياضية يعني شهيرة، والدكم لوشيسكو يعني مدرب مشهور في أوروبا ومعروف. في لحظات الانكسار عندما خسرت من النصر في الدور الأول، عندما خسرت من الأهلي مثلا في الدور الثاني، عندما تتعادل مثلا من بعض الفرق وتخسر نقاط، يعني لابد أن يصيب الإنسان أو القائد على الأقل شيء من الهبوط في المعنويات. هل كنت تستشيره؟ تتصل به؟ تسمع برأيه؟ والدكم؟ No. كلا. لأنه بات بعيدا عن الواقع، أو بالأحرى عن واقعي أنا. فهو في أوروبا ولا يعلم ما الذي يدور هنا بشأن الفريق الخاص بي، ولا يعلم عن اللاعبين. لكن لدي خبرة كثيرة بأن هذا الوضع قد يحدث خلال الموسم. فقد تحدثت مثلا عن الأهلي والخسارة آنذاك كانت تعني بأن هناك فريق سوف يتأهل في ربع النهائي. وبعد المباراة مع النصر كنا قد بتنا في الترتيب النهائي لبطولة الدوري، وكان الجميع يفكر بأن المباراة بيننا قد تكون صعبة، لكننا تذكر بأننا أتينا بعد تأهل نهائي آسيا من مباراة صعبة. وكان يجب للأمور وكان يجب أن تكون الأمور مختلفة بعد قدومنا من الدوحة، لكن كما ذكرت بأنه بفضل الثقة فقد خاطرنا بالكثير. أعلم أن هذه الهزيمة قد مع النصر قد تبقى بالنسبة لنا في لحظات مخيفة، لكنني كنت واضحا بشأن رسمي معالمي البطولة النهائية التي حدثت بعد بضعة أسابيع. وبالنسبة للمدرب لابد له أن يتفهم كيفية إحداث حالة من التوازن بين صفوف اللاعبين. فخلال الموسم لابد للفريق أن يتوازن، وهذا التوازن يعني أبقى المعنويات الذهنية والحالة المعنوية جيدة، وأن يتم ببعث رسالة قوية بعد الانتصار بأنه يجب أن نحافظ على هذا الأمر حتى لو في حالة الخسارة، بأن لابد لنا أن نقول بأن هناك مباراة أخرى وغيرها وأخرى قادمة، ولابد لنا أن نكون مستعدين ذهنيا لإعطاء القدر الأقصى. هذا الأمر يأتي من طريقة التفكير. صحيح. بمناسبة الحديث عن لوشيسكو الأب، هو كان النصر يفاوض في الموسم الماضي قبل روي فيتوريا، كان ممكن أن يدرب النصر، كان ممكن أن الأب والابن يتقابلان في الدوري السعودي، وهما سبق وأن تقابلا وانتصرت أنت على لوشيسكو الأب بهدف دون مقابل. كنا نتمنى أن تعاد المباراة في السعودية. كابتن، لماذا اخترت غوميز، جوفينكو، هيون، كاريلو في الآسيوية؟ لماذا اخترت هذا الرباعي مجددا الآن لتشارك في دوري الأبطال هذه السنة؟ نتحدث فنيا. Because
لأنه هذا أمر عادي. فغوميز هو لاعب رائع، وفي اللحظات الصعبة في أي مباراة بمقدوره أن يسجل هدفا، ولديه باع طويل في كرة القدم على المستوى العالمي، وبمقدوره أن يؤازر زملائه في الفريق ويبعث برسالة من الثقة، وكاري الهداف بمقدوره أن يزعج أعدائه من خلال ردود أفعاله. نعم. وديو أيضا هو نظام دفاعي متكامل، وسيبا نفس القصة، لديه خبرة طويلة ومخضرم، وكان قد لعب في العام الماضي صحيح على طريقة تغيير لعبه بحيث يقوم بالتسديد أيضا من أجل دعم خط الوسط، وهو الآخر لديه صورة واضحة عن الملعب ولديه ردود أفعال سريعة. وكي جانغ أيضا الدفاع الرئيسي أيضا هو يبعث بالثقة الكبيرة ومن خلال تعزيز الفريق من الأسفل من حيث الدفاع، وهناك حالة من التناغم بين كل هؤلاء اللاعبين، وهذا ما كان قد ظهر من خلال مشاركاتنا في بطولات الدوري. جميل. كابتن، تجديد عقد غوميز لمدة عامين ألم تكن مغامرة منك من الهلال كون اللاعب يتقدم في السن؟ تعليقك. It was renewed. Look, important players, quality players. اللاعبون المهمون واللاعبون من أصحاب الجودة لديهم حوافز كثيرة في داخلهم، وغوميز هو جزء من تلك المجموعة، فهو لديه دوافع كبيرة لنيل الألقاب ولتحقيق جوائز فردية كبيرة. أنا واثق 100% بأنه سوف يفعل ما بوسعه لدعم الهلال حتى نهاية عقده. يمكنك أن تتفهم هذا الأمر من طريقة الإعداد للمباريات ومن خلال وجوده في التدريب. نعم. فما من خطر أبدا. جميل. كابتن، هل حددت خياراتك في المقاعد الأجانب في الموسم الجديد؟ غادرك الآن كارلوس إدواردو، غادر الفريق، تحتاج إلى لاعب بديل ربما، وهذا يعني في حكم المؤكد، ولكن أقول ربما لأنك صاحب القرار، أن عمر خربين أيضا سيغادر الفريق. هل سيكون هناك مغادرة أخرى؟ حددت خياراتك أم فقط مقعدين لديك؟ في هذه اللحظات لا يوجد لدينا سوى مقعد واحد فقط، فإدواردو قد غادر، وبصورة شخصية أشعر بالحزن والأسف على رحيله، لأن إدواردو كان لاعبا مهما بالنسبة لنا، و كانت تجمعني معه علاقة طيبة، وكان بمقدوره أن يلعب في أكثر من موقع. لكن بعد مرور 5 سنوات في اللعب مع الهلال، فهناك إمكانية له أن يقوم بإجراء عقد مختلف لفترة أطول مع الأهلي في دبي. لذا نحن بحاجة إلى لاعب يستطيع أن يغطي ما الذي سوف يخلفه لنا في هذه الفترة مع الهلال، أي لاعب يستطيع أن يلعب خلف المهاجمين وعلى الأجنحة، ولاعب ولاعب يدرك قواعد اللعبة. كما تعلم نحن فريق هجومي صحيح، ولدينا الكثير من المنافسات والبطولات، ولا بد لنا أن نكون مستعدين في كل منازلة. هل تم مناقشة كابتن يعني إحضار أو التعاقد مع حارس مرمى للهلال أجنبي؟ هل هذا من ضمن مخططاتك؟
كلا، إن خطتنا لا ترمي لتغيير لاعب حارس كرة القدم. إننا سعداء بمعلوف، ولا بد لنا أن نتفهم معلوف عفوا لا بد لنا أن نتفهم بأن بطريقة اللعب الجماعية داخل الملعب. نعم، أما زلت كابتن لديك الآن بطولة آسيا الشهر المقبل، أنت تحمل لقب البطولة، لديك كأس الملك البطولة الأغلى والأكبر جائزة مالية في السعودية في شهر أكتوبر، لديك دوري جديد أيضا لم تعد أو لم تلتقط الأنفاس، ما زلت جائعا للبطولات، أو كيف تحدد أهدافك وسط هذه البطولات المتتالية؟ We have to think just for the next. لا بد لنا أن نفكر فقط في المنافسة القادمة. بعد الانتهاء من المنافسة القادمة سوف نفكر فيما سوف يليها. نعلم ما الذي نبحث عنه وناقشنا في بداية الأعداد ومنذ اليوم الأول، وتحدثنا فيما بيننا وأشرنا بصورة واضحة إلى كافة الأهداف التي نرغب بقطافها، وقلنا بصورة واضحة بأننا من هذه اللحظة وفصاعدا سوف نفكر فقط في الهدف القادم، والهدف القادم هو الدوري. كسبنا الدوري والآن سوف نركز على بطولة آسيا. أيضا كابتن، هل لديك أو طلبت من الإدارة بعض التعاقدات المحلية؟ نعم، كابتن، هل طلبت من الإدارة بعض التعاقدات المحلية أم تكتفي بالبنك الاحتياطي لديك؟ We are okay. We don't need to change. إننا بوضع جيد ولسنا بحاجة إلى أي تغيير. إن كافة اللاعبين جيدين والجميع لديهم الحوافز والدوافع. قد يكون هناك تبديل للاعب أو لاعبين، وسوف نرى ما الذي قد يحدث من خلال بطولة الدوري. فهناك كما تعلمون هناك إصابات وأمور أخرى، لكن في الوقت الحالي فإننا نركز على هذه المجموعة من أجل البطولة القادمة. جميل كابتن، خلينا نخرج من هذه الأسئلة ومن الأهداف ومن الفريق. أسألك على المستوى الشخصي، كيف احتفلت بلقب الدوري في الرياض مع عائلتك؟ كيف كان احتفالك الشخصي؟ We celebrated in the beach. لقد احتفلنا على الشاطئ أولا. نعم، لا يوجد في الشواطئ، خلينا نقول في مدينة أخرى. وجاءت زوجتي في تلك الليلة في وقت متأخر من الليل، وكنا نأمل أن ننهي البطولة في يوم في ليلة 22 من أغسطس. وأنا لا أستطيع أن أقول أنه بحكم سني أنني مندفع للحفلات والصخب، لكنني كنت سعيدا وكنت قد تنفست الصعداء بعد الانتصار، وكنت أشعر بالفخر لما قمنا به من عمل دؤوب، وكنت أشعر بالسعادة بطبيعة العلاقة التي خلقناها مع اللاعبين والإدارة وكافة الأجواء التي كانت تسود لدى المنتخب لدى الفريق. هذا الأمر أعطاني أياما جميلة ومشاعر جميلة، لكن لا بد لأفكاري أن تعود بسرعة على كرة القدم لأفكر بما هو آت. إنه وضع غريب لأننا لم نستطع أن نحتفي مع كافة المشجعين، لأنه العادة تجري بأنه عندما تنتهي من بطولة فيتم التوجه إلى إجازة ويتم التخلص من الضغوط ويكون لديك الفترة الكافية للاستراحة. هذه هي التضحيات التي كان لابد من القيام بها
جميل. ولكن هناك لحظات جميلة عشناها ولابد لنا أن نفوز في المنافسة. جميل. سواء كان الأمر يتعلق ببطولة الدوري أو بالكأس، أن مسألة الفوز هي ليست مسألة يسيرة. نعم. رزفان لوشيسكو، كل الاحترام والتقدير لك، تلقى الحقيقة التقدير والاحترام من كافة أو من غالبية الرياضيين في السعودية بشخصيتك المهذبة والحكمة التي تدير بها مؤتمراتك الصحفية وبعملك الجميل جدا الذي لا يوازيه أي عمل مر أو أي مدرب مرة في تاريخ الفرق السعودية بجمعك ثنائية الدوري والكأس. أرجو لك كامل التوفيق في الأيام المقبلة. أشكر لك أيضا أما نحتنا هذا الوقت للتعليق على فوز الهلال بلقب دوري هذا العام. شكرا جزيلا رزفان لوشيسكو. وقفة بعدها نعود. بعد اللقب، الهلال يسعى لتجريد النصر رقمين قياسيين وثالث فردي. أهلا بكم من جديد. وبعد أن جرد النصر من لقبه في الموسم الماضي أمام الهلال، فرصة أخرى لتجريد النصر رقمين قياسيين وآخر فردي. الهلال يملك في رصيده 66 نقطة، والانتصار في آخر جولتين يرفع رصيده إلى 72 نقطة لينفرد برقم قياسي جديد بعدد النقاط المسجلة في موسم واحد منذ انطلاق دور المحترفين، والمسجل باسم النصر العام الماضي ب70 نقطة. رقم ثاني يسعى بطل الدوري السعودي لتحطيمه، وهو عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، والذي يسيطر عليه أيضا النصر عقب وصوله العام الماضي إلى 69 هدفا، وهو العدد الذي بلغه الهلال في الجولة الماضية برباعيته في مرمى الحزم، ويكفيه هدف واحد في آخر 180 دقيقة لتجاوزه. رقم أفضل صانع أهداف بدور المحترفين في موسم واحد والمسجل باسم كاماتشو لاعب الأهلي موسم 2011-2012 ب12 تمريرة حاسمة، يمكن لثلاثي مغربي أن يعادله أو يتجاوزه في آخر جولتين من المسابقة هذا الموسم، حيث يتصدر نور الدين مرابط لاعب النصر ويوسف الجبلي لاعب الفيصل الترتيب ب11 تمريرة صنعت الأهداف، ويمكن للرقم أن يصبح من نصيب المغرب الآخر إدريس فتوحي لاعب الحزم ب10 تمريرات حاسمة. هدف النصر المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي يتصدر قائمة الهدافين حاليا برصيد 27 هدفا بفارق 3 عن منافسه غوميز من الهلال، يسعى ليكون أول لاعب إفريقي يتوج بلقب الهداف لموسمين بعد الغني جودوين أطرام لاعب الشباب السابق الذي توج هدافا للدوري موسمي 2003-2004 و2006-2007. الأهلي وإن ابتعد مبكرا عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، إلا أن مهاجمه السوري عمر السومة يبقى يطارد رقم الهداف التاريخي لدوري المحترفين المسجل باسم ناصر الشمراني ب126 هدفا سجلها مع الهلال والشباب والاتحاد. المهاجم السوري سجل حتى الآن 121 هدفا ويحتاج إلى 5 لمعادلة رقم الشمراني و6 ليتجاوزه في آخر جولتين يواجه فيهما الأهلي أبها والرائد. نذهب بهذه الأرقام إلى واحد من أهم اللاعبين الذين لديهم أرقام أيضا، كابتن عبدو طيف. سعد قدنا ترى مرتين في حصول على اللقب، كم مررت لديك السنة يا عبدو؟ لا الحمد لله. أولا مس عليك يا أخوي. ولا ما لعبت معه في المرمى؟ لا لعبت معه. لا كيف ما لعبت معه؟ من أهم اللاعبين طبعا. أنا فضل يعني يمكن عاصرت أو لحسن حظي أنه كان 5 تقريبا 6 مواسم الهداف من الشباب، كنت فترتها أنا لاعب يعني. كنت أنت اللي وراهم صانع الألعاب. طيب، وكان عندك واحد من جاء أترام ناصر الشمراني. أي طيب عبدو، بما أنك عاصرت هالفترة، هل الرقم الفردي مهم عند اللاعب قبل المباراة؟ تتكلمون تقول كم باقي لك على المنافس نبي نلحق، ها يلا يا شباب اليوم خلونا نركز على ناصر الشمراني، خلونا تسولفون كذا ولا لا؟ بصراحة خلنا نقيس على المنافسات. صحيح يصير في الباص في التمرين، خاصة
صح صح صح، خاصة إذا خلينا نتكلم بصراحة إذا يعني فقدت الجوائز أو الألقاب الجماعية وبقى عندك في أحد اللاعبين عنده هدف مثلا كلقب شخصي ممكن تساعده وتساهم فيه ويصير في حديث فيها بشكل كبير قبل المباريات الأخيرة. يعني مدربين يحكون معكم ولا بس وحصلت معنا فزعة؟ لا 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 لا, لا, لا اللاعبين في الغالب اللاعبين يعني أي. المدربين في الغالب يبحثون عن الفوز. طبعا اللاعبين تكون حدثت هذه الحادثة أيام كابتن ناصر الشمراني لأول موسم نعم. معنا أو أول لقب هداف حصله ناصر، كان فرق بينه تقريبا 3 أهداف وسجل 5 أهداف في مباراة الوطني جعلته الهداف ويفرق عن صالح بشير وعيسى المحياني. طيب اليوم عندنا رقم قياسي في النقاط يملكه النصر، عندنا رقم قياسي في عدد التسجيل يملكه النصر، عندنا هداف يملكه النصر، الهلال مرشح أنه يكسر كل هالأرقام. طبعا عندنا رقم صانع الألعاب في موسم واحد كما تشوف زميلك السابق أيضا. وش اللي من الأرقام هذه مرشح فعلا أن الهلال يكسره في ظنك؟ النقاط، الأهداف، أو الفردي اللي هو الهداف؟ النقاط أعتقد مباراة واحدة ممكن حيكسره، الأهداف أيضا الهلال حتى لو خسر وكان مسجل أهداف أعتقد حيكسر الرقم أيضا. بالنسبة هذه أكثر اثنين أنا أروح أنها ممكن يعني تجير أو تحطم تجير لفريق آخر اللي هو الهلال وبقوة، خاصة أنه بيلعب بدون ضغط بدون أريحية. فبالتالي أما بالنسبة للهداف أعتقد أنه حيروح لحمد الله. في بعض من الأرقام أو الإحصائيات ودي أتكلم فيها، أنه ترى في مواسم كان عدد الفرق اللي تلعب أقل فبالتالي مفروض لما نعمل كصناعة لعب مثلا نشوف نحسبها كأكثر دقة أن تكون على عدد المباريات. يعني الآن أصبح عدد هو الفرق 16 عبدو عفوا عبدو بس خليني أقولها لك صحفيا، هو في رقم قياسي وفي تفاصيل للرقم، الرقم القياسي يظل رقم قياسي صحيح، في تفاصيل تحت الرقم. يعني مثلا على سبيل المثال يعني خالد المعجل هداف الدوري ترى ب 22 هدف في وقت كانت الفرق أقل بكثير، إذا تجي تحسبها قد يكون هو اللي عنده رقم قياسي إذا معدل. تحسبها نسبة وتناسب كمعدل على سبيل المثال، وحمزة عنده والآن عبد الرزاق كسر الرقم، بس هي في تفاصيل للرقم وفي رقم صحيح. قياسي فإحنا العناوين دائما تقول لك الرقم القياسي. اتفضل ما بقي عندي وقت، إذا بتختم حكيت أكثر منك اليوم أنا. لا بالعكس أنا الثقافة الكبيرة اللي عندك بتال جدا جميلة وتساعد. أنا أعتقد أنه الآن لما يخف الضغوطات والهذا تصبح الأرقام الشخصية أيضا جزء على مستوى التاريخ والشخصية للنجوم كثير نعم. فالآن بعد سنوات كثيرة قاعدين نتذكر لاعبين مروا من هنا، الأترام، كوماتشو، أسماء كبيرة. فبالتالي أنا أعتقد أنه الآن فرصة كبيرة لحمد الله وقومز وحتى سوما أنهم يخلدون أسماءهم بشكل كبير في الدوري السعودي. فبالعكس أنا من الناس اللي أهوى الأرقام اللي تكون زي ما قلت أنت فيها ثقافة وفي تفاصيل عادلة جدا. جميل، إيش الرقم اللي ممكن يظل صامت؟ آخر شيء عبدو بقي عندي 20 ثانية، رقم ماجد عبد الله في عدد التسجيل أو حصول على جائزة هدافي الدوري نعم. رغم المشاركات القليلة اللي كانت الماجد وإصاباته الكثيرة اللي كان تعطله بشكل أكبر. نعم، شكرا جزيلا عبدو طيف، شكرا للمتابعة.